ولمزيد من القراءة والتحليل ينضم إلينا من القاهرة الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية. بعد التحية دكتور حامد، كيف قرأت مخرجات قمة العشرين هذا العام؟ أهلا بحضرتك أستاذ أحمد، وأهلا بالسادة مشاهدي القاهرة الإخبارية. طبعا قمة العشرين هذا العام هي قمة مختلفة واستثنائية، نتيجة أنها صبغت بصبغة سياسية نتيجة التوترات المنتشرة في الكثير من بقاع العالم. هذه القمة ركزت على الكثير والكثير من المحاور المهمة والرئيسية فيما يخص النظام العالمي، والسعي وبكل قوة إلى إيجاد مجلس أمن أكثر عدالة وشمولية ليشمل الكثير من الدول التي من المفترض أن يتم تغيير النظام في مجلس الأمن ليحقق العدالة الناجزة في الكثير من القضايا. أيضا تطرقت هذه القمة المهمة والاستثنائية فيما يخص التغيرات المناخية والسعي إلى توفير التمويل اللازم، خاصة أن كوب 27 الذي عقد في الدولة المصرية نجحت من خلاله القاهرة إلى تدشين صندوق المخاطر والأضرار، و شاهدنا كلمة مهمة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكدت على ضرورة توفير في هذه القمة، قمة 27، ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في قمة باريس للمناخ وتوفير 100 مليار دولار للسعي وبكل قوة إلى التغلب على التغيرات المناخية. أيضا تطرقت القمة إلى ما يخص الفقر والجوع ومحاولة إيجاد تحالف دولي حقيقي للتغلب على هذه النقطة الجوهرية، وأيضا النقاط الأخرى التي لا تقل أهمية سواء الإعراب عن البلاغ الشديد والعميق لما يدور في الشرق الأوسط وزيادة العدوان الإسرائيلي ورغبة دولة الاحتلال في توسيع رقعة الصراع، وأيضا عدم إدانة العدوان الروسي في إطار الحرص على إيجاد حلول سياسية ناجعة تفضي إلى وقف هذه الحرب الشعواء التي أثرت بشكل كبير على المستوى السياسي والاقتصادي على مجمل المشهد العالمي. نعم دكتور حامد، بالتصاعد الملحوظ لمنظمة بريكس وأيضا منظمة شنغهاي للتعاون مجموعة العشرين، هل يتحول العالم إلى كتل تجارية منفصلة وقد تكون متنافسة في بعض الأحيان؟ يعني بالفعل، يعني قمة مجموعة العشرين من أهم القمم، وأيضا مجموعة بريكس أصبحت تنافس وبقوة مجموعة العشرين نتيجة أن هناك الكثير من الدول بدأت تنضم وبشكل يعني مؤسسي لمجموعة بريكس، وأصبحت مجموعة بريكس لا يعني تنافس وبقوة ولا تقل قوة ولا أهمية عن قمة مجموعة العشرين. ولكن كما حضرتك أشرت أننا أصبحنا في عسكرة اقتصادية، أصبحت هناك تكتلات اقتصادية يتم بنائها في العالم الآن في ظل رغبة كل طرف، في ظل الصراع الدائر والشديد بين الجنوب والغرب بشكل كبير، في ظل أنه يتم دائما وأبدا استغلال المؤسسات الدولية لتحقيق أهداف بعض الدول، وفي ظل أن الولايات المتحدة الأمريكية الموجودة على رأس النظام العالمي هي من تتحكم في هذه المؤسسات. وبالتالي أرى أننا لابد أيضا أن يكون هناك نظاما اقتصاديا أكثر شمولا وأكثر واقعية وأكثر حضورا في حلحلة المشاهد المعقدة للدول النامية، باعتبار أن الدول النامية هي أكثر من تتضرر من الأنظمة العالمية الكبرى، وخاصة أننا على سبيل المثال فيما يخص فرضا التغير المناخية وغيرها من القضايا فيما يخص الحصول على القروض وغيرها، نجد أن القارة الأفريقية هي الحلقة الأضعف في المنظومة الدولية وتحتاج الكثير من الدعم على مستوى الاقتصادي وأيضا على الكثير من المستويات ومنها المناخي لإيجاد حلول حقيقية وناجعة للكثير من القضايا التي بدأت تهتز هذه الدول النامية نتيجة السياسات الخاطئة والمتبعة من قبل الدول الكبرى. دكتور حامد، يعني دلالة توقيت انعقاد هذه القمة يأتي في وقت غاية في الأهمية، الولايات المتحدة على موعد مع تسلم رئيس جديد سدة الحكم ودونالد ترامب، تصاعد التوترات ما بين روسيا وأوكرانيا بعدما سمحت الولايات المتحدة على يد الإدارة التي تعد أيامها الأخيرة في البيت الأبيض بالسماح باستخدام صواريخ أمريكية في استهداف الداخل الروسي، كل هذه التوترات وأيضا تصاعد الحرب في منطقة الشرق الأوسط، كيف قرأت دلالة وتوقيت انعقاد القمة وسط كل هذه المشكلات الدولية المؤثرة بطبيعة الحال على الأوضاع السياسية والاقتصادية على مستوى العالم؟
سؤال مهم جدا يا استاذ احمد، ولكن علينا ان نتذكر ان اداره بايدن لم تنجح في خفض التصعيد على مستوى بؤر التوترات العالميه، وكانت سياستها دائما الا تبحث عن حلول سياسيه ودبلوماسيه للكثير من القضايا الشائكه، سواء فيما يخص الحرب الروسيه الاوكرانيه او الحرب في الشرق الاوسط. ولنا في ذلك عندما اتخذ قرار واتفق مع المانيا في قمه الناتو 85 التي عقدت في واشنطن بالاتفاق على نشر صواريخ في داخل ألمانيا، بموجبها تستطيع ألمانيا استهداف العمق الروسي. وأيضا الجزئية الأخرى أن بولندا طلبت من الولايات المتحدة الأمريكية شراء أسلحة نووية تكتيكية بقيمة 15 مليار دولار لنشرها، نتيجة عندما كانت هناك قوات فاغنر على حدود بيلاروسيا. وبالتالي أرى أننا أمام مشهد معقد ومرتبك، وزاد الطين بلة عندما اتخذ قرارا بالسماح لأوكرانيا باستهداف العمق الروسي من خلال الأسلحة الأمريكية. ودي دلالة قاطعة على أننا أمام رؤيتين وروايتين، إما أن يكون الرئيس الأمريكي بايدن يسعى إلى تنفيذ سياسة الضغوط القصوى على روسيا حتى تلجأ للمفاوضات في فترة ترامب والسعي إلى إنهاء الحرب، والنقطة الأخرى أو الرواية الأخرى أنه يسعى وبشكل قاطع إلى أن يكون هناك تعقيد في المشهد لسياسة ترامب، وأن يبدأ جولته أو ولايته الجديدة بوجود يعني مشهد معقد لا تستطيع إدارة ترامب أن تقوم بحل المشهد بين روسيا وأوكرانيا، خاصة أن من أهم برنامج الانتخابي للرئيس دونالد ترامب كان يقول أنه قادر على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية في خلال 24 ساعة، وهذا أيضا سيعقد المشهد في ظل أن احنا شاهدنا اليوم تصعيد خطير جدا. أولا أن روسيا قامت بتغيير العقيدة النووية، وأصبح القرار باستخدام هذه الأسلحة في يد الرئيس الروسي بعدما قام بتغييرها للمرة الثانية. المرة الأولى كانت في عام 2020 والآن منذ يوم فقط. والنقطة الأخرى والجوهرية أنه من الممكن جدا أن يتم استهداف العمق الروسي، خاصة أن أوكرانيا بتضغط الآن على ألمانيا للحصول على صواريخ كروز. هذه الصواريخ صواريخ فتاكة وغير قادرة على أن يتحكم فيها أحد أو أن يتم صدها حتى من الاس 400 الروسية. هي تصل لعمق 500 إلى 550 كيلو، وده من الممكن بموجبه إذا قامت أوكرانيا باستخدام هذه الصواريخ، أو إذا سمحت ألمانيا لأوكرانيا بهذه الصواريخ، فإننا سنكون على مشارف حرب عالمية كبرى. نعم.